خط الاستواء هو خط وهمي ومش مكتوب بالقلم الرصاص، اوكي؟ تعالوا نشوف بقى الناس عارفه الكلام ده ولا لا. حضرتك تعرف ما هو خط الاستواء؟ هو بيساوي حاليا دلوقتي في درجات الحراره اللي مرتفعه حاليا بتساوي سالب صفر، وفي اغلبيه الناس دلوقتي حاليا بتموت من الحر، وفي ناس ماتت. انا سمعت عن ناس ماتت من الحر بسبب درجات الحراره العاليه دلوقتي. خط الاستواء يكون في نصف الكره الارضيه، وفي درجات عاليه ودرجات واطيه، يعني حسب خط الاستواء بالظبط، حسب كمان ايضا الغابات الاستوائيه. نعم صحيح. ايمان، تعرفي ايه عن خط الاستواء؟ اللي هو اخدناه في الجغرافيا الكلام ده بتاع زمان والاعداد والحوار ده. اعرفه طبعا. دلوقتي هما بيقولوا طبعا زي ما انت سمعتي ان خط الاستواء هيتمسح، ايه احساسك؟ هتحس ان احنا تايهين؟ طبعا هنبقى تايهين، ازاي يعني نعيش من غير خط الاستواء يعني؟ طبعا هنبقى تايهين، ده انا حتى امبارح تهت يعني. استاذ محمد، طبعا حضرتك سمعت ان خط الاستواء اتمسح خلاص؟ ايوه سمعت حضرتك. حضرتك عرفت عن الموضوع ده من فين؟ من طريق الجرايد ان شاء الله. هو احنا مش غلطانين اللي هو اتمسح، بس احنا زعلانين اللي هو اتمسح. بس حاسس ان انت تايه؟ حاسين ان احنا تايهين. ايه احساس حضرتك بعد ما عرفت ان هم خلاص مسحوا خط الاستواء؟ حاسس ان انت تايه؟ متعبان قوي في الدنيا، مش لاقي نفسي. وبعدين الشعب اتغير والدنيا اتغيرت وفي حاجات كتير اتبهدلت. ده كله طبعا حصل بعد ما اختفى خط الاستواء. طبعا صح. انت سمعتي عن موضوع ان خط الاستواء خلاص اتمسح وان احنا حاسين بتوهان وتايهين، سمعتي عن الموضوع ده؟ طبعا سمعت عنه. عرفتي عنه من فين؟ عن طريق الانترنت. الناس كلها تايهه وزعلانين، انت ايه شعورك؟ طبعا فرحانه، لان هو ما بيمثلش اي اهميه، هو بس موجود على الخريطه ملوش اي اهميه، هو خط وهمي اصلا. بس فطبعا دي حاجه كويسه ان هو يتمسح. طيب حضرتك شايف ان بعد ما خط الاستواء اتمسح انت حاسس ايه كمواطن؟ لما اتمسح هو حاليا يعني دلوقتي هي مش عارف ده هل هيوصل لايه مع الناس، يعني عايشين في توهان رهيب. طبعا انا تصدقيني يمكن من قيمه الاسبوع اللي فات يعني حاليا كنت ما بخرجش من البيت من كتر الحر اللي هي 4 ايام. خايف من ان انت تتوه؟ طبعا ده حاجه معروفه. خط الاستواء من وجهه نظرك لو كان اتكتب باي مثلا نوع من الاحبار المختلفه كان ممكن يكون احسن بدل ما كانوا كتبوه على الخرائط بالرصاص؟ ممكن كان يكون احسن، لما بالنسبه للوقت اللي احنا خلاص هو انت يعني شيء بقى ملوش وجود اصلا. ملوش وجود، واخد بالك؟ انا زي ما انت حضرتك شايفه كده الناس كلها حاليا دلوقتي واحنا متضايقه على خط الاستواء. اكيد طبعا. اكيد انت متضايق ولا؟ اكيد طبعا، لان لما عايز الكلمه اديكي شايفه العالم عامل ازاي والدنيا ماشيه منين، وغير كده وكده كمان لما مفيش حد حاسس بحد في حاجه، يعني اللي بيقول لما عايز الكلمه ما يحسهاش الا اللي وجعاه. صح. ونرجع ونحمل المسؤوليه في الاخر لخط الاستواء. اكيد طبعا، هو مفيش حاجه تانية غير كده. دلوقتي في ناس بتقول ان هم حاسين ان بسبب ان خط الاستواء اتمسح حاسين ان هم تايهين، انت حاسه كده؟ لا خالص، بالعكس ده طبعا الحياه هتكون احسن، طبعا هيختلف طبعا. لا طبعا. بيقولوا ان الصناعه والتجاره هتزيد بعد ما هو اتمسح. اكيد هتزيد طبعا، لان هو طالما ملوش اي اهميه فبالعكس هيدي فرصه بقى ان التجاره والزراعه هتزيد وكده. طالما خط الاستواء اتمسح هيبقى احنا كده هنضيع خالص. خط الاستواء ده اللي بيجيب لنا الرز والفاكهه طبعا. بالتغيير الجو هو اللي بيبقى كل زرعه لها مناخ معين ربنا سبحانه وتعالى بيأقلم عليه، يعني الرز له ميعاد في الزراعه والذره له ميعاد. اللي بيجيب لنا كل الحاجات ربنا سبحانه وتعالى ما اختبع ثم خط الاستواء. بيقولوا ان هم خط الاستواء ما هم مسحوش، هو اتمسح لوحده لان هو كان مكتوب بقلم الرصاص، وده طبعا نوع رخيص جدا ورديء ان احنا نكتب بيه على الخرائط. من وجهه نظر حضرتك كان المفروض يستخدموا اقلام من انهي نوع على الخريطه عشان خط الاستواء ما يتمسحش؟ استخدموا الفحم يعني. حضرتك طبعا برضو عارف ان هم كانوا كاتبين خط الاستواء على الخرائط بقلم الرصاص، وبالتالي هي ايه؟ اتمسحت ممسوحه. طالما ما اتكتبتش بالقلم الجاف يبقى ممسوحه طبعا. ده كان المفروض خط الاستواء يتكتب باحبار معينه فتبقى سهله المسح كده على الخريطه، لان الرصاص سهل المسح بلاستيكي على طول. ان هو اتمسح بسبب الاقلام الرفيعه اللي هم استخدموها زي اقلام الرصاص على الخرائط، وان هم كان المفروض يستخدموا الوان فريحي زي اللي انت لابساها كده اهو، صح؟ ايه رايك في الكلام ده؟
طبعا هو اصلا ملوش اي اهميه وهو خط اصلا وهمي، فطبعا ان هو يبقى موجود او مش موجود فما ملوش اهميه. تقول ايه للناس اللي استخدموا اقلام اللي هي الرصاص اللي بتتمسح بلاستيك عادي، ما حتى ما فكروش يستخدموا اللي هي الاقلام اللي هي الفلوماستر اللي ممكن تتمسح بالكوريكتو؟ لا انا انصحهم ان هم يستعملوا اقلام حبر او فلوماستر، لان الحاجه ديت يعني نظيفه وبعدين مش هتتمسح بسهوله. بالظبط، بس هو يعني ده اللي انصحه ليه. هما بيقولوا ان خط الاستواء اتمسح بسبب ان هما كانوا المفروض ان هما يعملوه باي اقلام تانية ما تتمسحش زي الرصاص اللي ممكن يتمسح باي استيكة. يعني هو ممكن، لان هو بالتفكير يعني بالمنطق انه ما ينفعش طبعا يتعمل بالقلم الرصاص، لازم يتعمل بالوان حبر او فلوماستر عشان ما يتمسحش، يعني عشان على الاقل يبقى واضح، وكمان مش كمان يتمسح يبقى واضح. انت عرفتي من فين عن الخبر ان هو طبعا اتمسح خط الاستواء خلاص؟ هما اللي الانترنت والكلام ده كتير قوي كانوا، وبعدين ما فيش اسهل من ان الخبر يتوزع. حضرتك عرفت من فين على اختفاء خط الاستواء؟ من التلفزيون. حسيت ان انت متضايق او مقهور بعديها؟ بشوف مسلسلات وبشوف حاجات برامج وبشوف بيتكلموا عن الموضوع ده، برنامج البيت بيتك بيتكلم كتير قوي يعني، الاستاذ محمود سعد والكلام. استاذ محمود سعد كان بيتكلم عن الموضوع ده؟ ايوه طبعا. انتي كبنت مصريه اموره، حاسه ان ايه احساسك بعد ما خط الاستواء اتمسح خلاص؟ حاسه ان في حاجه كتيره ناقصانه طبعا، ما ينفعش ان احنا نبقى نعيش من غير خط الاستواء، لان احنا ما ينفعش نبقى تايهين، لازم يبقى في، وبعدين اسمه خط الاستواء يعني لازم نبقى يعني في استواء يعني، فاهمه؟ ما ينفعش نبقى غيره طبعا، ما ينفعش. حضرتك حاسس بخيبه امل بعد ما خط الاستواء اتمسح؟ والله اكيد طبعا، اكيد امور كثيره راح تتغير. حضرتك عرفت من فين عن موضوع ان خط الاستواء اتمسح خلاص؟ والله بصراحة يعني سمعت صراحة. في قطر؟ لا لا، هنا في مصر طبعا. حضرتك من وجهة نظرك شايف ان خط الاستواء لو كان موجود كنا هنعيش في سعادة اكتر؟ ده حاجات كتير كانت تتحقق، والناس هتزيد علم وهتزيد المستقبل، هتغير كتير قوي يعني. بالنسبة للكاجو والبندق والحاجات الحلوة دي، خط الاستواء كان بيأثر عليها؟ اكيد كان بيأثر في انتاجها وفي صناعتها والحاجات دي كلها، كان بيأثر طبعا. طبعا اكيد. لا بسم الله ما شاء الله، انت بتعرفي كويس قوي في الجغرافيا. ربنا يخليك، على قد يعني. المكسرات كمان طبعا. طبعا. مهمت لو حتى لما اقدر كلمه عرفت ايه اللي ليكي، مش هتبقى عارفه ايه اللي عليكي، ايه اللي مثلا لما اقدر كلمه تكوني محتاجاه، بتبص تلاقي مثلا في حاجه تكوني مش محتاجاها وتلاقيها قدام عينك، وفي حاجه محتاجاها وتبص تلاقي نفسك تايهه عشانها. صح، مش كل شيء زي بعض. ونرجع نحمل المسؤوليه ليه؟ على خط الاستواء اللي هو اتمسح، لان لما اقدر كلمه الوضع اتغير. حضرتك تقولي ايه خط الاستواء او الناس اللي مسحوا خط الاستواء؟ اقول لهم طبعا ان هم يعني يفرحوا طبعا، وان هو طالما ملوش اي اهميه فلازم طبعا يفرحوا من قلبهم، اللي هو ان هو يعني هيزود حاجات تانية، هيزود لهم اذا كان الصناعه هتزيد، الزراعه، كل الحاجات دي هيبقى ليه مزايا تانية، هم والسفاره وكل الحاجات دي، فهم ليهم حق ان هم يتبسطوا طبعا خالص. دلوقتي هم بيقولوا ان خط الاستواء هيروح مع الغابات الاستوائيه. ها، اولا احنا ما عندناش غابات استوائيه، ما ينفعش طبعا. ازاي يعني يروح؟ يعني هو يبقى عند الغرب واحنا ما يبقاش عندنا استواء؟ لا طبعا، الغرب احسن مننا في، مش احسن مننا في اي حاجه طبعا، كتير قوي بيتمنوا. احنا يعني عندنا اكتر ناس بيدخلوا لنا سياحه، ما ينفعش ان اكتر بلد بيدخل لها سياحه، اكتر ناس يعني احنا هنا بنعامل السياح اكتر ما هما بيعاملونا بره، فما ينفعش ان هما يقولوا كده. لا طبعا، الغابات استوائيه ايه ده؟ لا طبعا. محمد كل سنه وانت طيب، احنا كنا بننظر معاك خط الاستواء ما اتمسحش. ما اتمسحش اكيد يعني. والله. ارجوك ما تفتيش. انا اسف. ايه كل سنه وانت طيبه، ما فيش حاجه اتمسحت. وانت طيب خالص يعني. كل سنه وانت طيب، احنا كنا بننظر معاك ما فيش حاجه اتمسحت. والله تخيل. ازاي ما اتمسحش؟ ايه؟ ازاي ما اتمسحش؟ اتمسح صح؟ سمعت لو اتمسح.
بس ازاي ما تمسحش؟ لا انا هسيبك انت بقى، انت تشوف هو اتمسح ولا ما اتمسحش. طيب احنا البرنامج بتاعنا اسمه ارجوك ما تفتيش. لا يا وانا كده فتيت ازاوتش بقى. ايمان كل سنه وانت طيبه، احنا كنا بنهزر معاكي ما فيش حاجه اتمسحت. لا انت كل ده بتهزروا. لا وانا عماله اندمج. لا ما ينفعش. بس جميل الموضوع على فكره، خط الاستواء مع خط الفقر. ايه ده؟ لا لا بجد اتضايقت على فكره عشان عملت فيا مقلب. موافقه ان احنا زيعوا؟ جميل، انت عسوله اصلا. ارجوك ما تفتيش. ماشي. انا واقفه دلوقتي في وسط البلد ومش تايهه خالص، ولا اي حد من الناس اللي حواليا تايهين. اشوفكم بكره في حلقه جديده، وارجوك ما تفتيش.